صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده، اهلا بيكم معانا النهارده يوم جديد وحلقه جديده من نهارك سعيد. ان شاء الله يومنا يعجبكم بفقراته اللي هتكون موجوده معانا النهارده في نهارك سعيد. كل سنه وحضراتكم طيبين مقدما كده ان شاء الله. يا رب يا رب، مع اني مش عايزه يعني ابدي مبشرات، بس يا رب ان شاء الله السنه الجديده يا رب تبقى كلها سنه حلوه علينا ان شاء الله، واحسن من السنين اللي فاتت كلها. كل سنه وانتم طيبين وصباح الخير عليكم كلكم. صباح الخير. صباح الخير يا ساره، صباح الخير يا اشرف، صباح الخير على كل مشاهدي ناين لايف. النهارده يوم 27/12/2011، خلاص ايام قليله وهنسلم بقى على 2011 بكل حب ونقول لها ميرسي. والنهارده هيكون معانا فقرات كتيره جدا، بس اشرف يصبح عليكم وبعد كده نقول لكم كل فقراتنا. صباح الخير رانيا، صباح الخير ساره، صباح خير مشاهدي نايل لايف، ونهاركم دايما سعيد مليان بالامل والتفاؤل زي ما بقول بقالي 4 سنين تقريبا، بقول دايما تفاؤل وامل. بس التفاؤل والامل المره دي يا رانيا وساره انا شايفه موجود على الساحه السياسيه من الناحيه الاقتصاديه او من النواحي الامنيه في الشارع. الاقتصاد مثلا دكتور كمال الجنزولي امبارح كان قاعد في قاعده انه في مصر اخذت قرض حوالي 270 مليون دولار. ده من صندوق النقد العربي، ده على 4 سنين، يا رب نعرف نسددهم بس ان شاء الله يعني. وفي دعم من اوروبا بملايين اليورو بقى، يعني جاي لنا من الدولار وجاي لنا من اليورو، واخد بالك؟ بس ده دعم بقى ايه، لا يترد، ما فيش مبلغ اللي جاي لنا دي. اعتقد ان هو كان مبلغ كبير وبعدين نزل لمليار حاجه كده يعني. يعني المبلغ انا مش للاسف مش فاكر الرقم بالظبط، ان هو يعني مهم عدد من المليونات، مليون المليارات مليون يورو يعني. مليون يورو، كم مليون يورو هيجي، ودول مش قرض، هو دعم يعني. هيبقى مثلا في السياحه، مش حاجه للتلفزيون طيب؟ اثار كده. نعم، مش حاجه للتلفزيون طيب، عشان خاطرنا بس. والله جميل، بس الواحد اوقات بيقلق برضو اشرف من المساعدات، لانه مش عارفه هي الناس كلها فعلا قلبها على مصر والناس بتساعد من غير اي مقابل، مش عارفه يعني. لا سياسه، يعني سياسه تفتكري انه اكيد في، اكيد هيكون في مقابل، بس اتمنى ان احنا نكون قد المقابل ان شاء الله. نتكلم بقى عن فقراتنا النهارده، هيكون معانا فقرات كتير جدا، هيكون كمان معانا فقرات متنوعه. الحقيقه في موضوع مهم جدا، وهو موضوع الوثيقه المجتمعيه، وهي الوثيقه اللي بيشارك في كتابتها العمال والفلاحين، وهم كانوا طبعا طبقه مهمشه في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا. فافتكر انه في ظل العهد الجديد اللي احنا بنعيشه، وكمان مهم ان احنا نهتم بكل الطبقات اللي كانت مهمشه في الفترات اللي فاتت. مظبوط كده. النهارده كمان علشان نعرف كده مصر ايه الاخبار اللي حاصله فيها النهارده ان شاء الله، هنعرف مع بعض كل الاخبار والمنشطات المهمه، ده من خلال فقره الصحافه هيكون فيها معانا الاستاذ اشرف البربري، هو رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق. الأستاذة هبة عمر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، هنتكلم معاها النهاردة، هتكون مشرفانا النهاردة، وهنتكلم معاها في تقلص دور المرأة في البرلمان القادم. المرأة دورها هل زاد بعد ثورة 25 يناير ولا قل؟ قل جدا. هنتكلم في هذا الموضوع بالتفصيل. وعندنا كمان امبارح حضراتكم أكيد محبي كرة القدم، كان في ماتش ما بين الزمالك وتليفونات بني سويف، واللي انتهى بفوز الزمالك. والنهارده يا ساره عندنا الاهلي والاسماعيلي، هتتكلمي عنه. ده ماتش سخن جدا زي ما بيقولوا يعني. وطبعا احنا الى جانب السياسه دايما بنحاول الفتره دي ان احنا نجيب لكم كل حاجه تخص بقى يعني كل اهتماماتكم زي ما بيقولوا، كل اللي بيهم الشارع المصري. مظبوط كده. فان شاء الله النهارده كل التوفيق للاهلي والاسماعيلي، وان شاء الله يكون ماتش رائع والجماهير فيه تكون في منتهى اللباقه. استاذ اشرف البربري رئيس قسم الاخبار بجريده الشروق هيكون في استضافه زميلتي ساره الفقره الجايه. نهاركم دايما سعيد.